السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد جولة في برنامج الريفت استراكشر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دي واجهة البرنامج الريفت. هتلاقي هنا دي المودلز، دي كل واحدة من دول عبارة عن مشروع متكامل في كل الأدوار، في كل السكاشن، في كل الشتات، في كل السكادولات، في كل حاجة. وهنا الفاميلي دي عبارة عن بلوك، دي بتبقى جوه المشروع، ممكن تعمل فاميلي وتدخلها بعد كده جوه المشروع. طيب هقول له دلوقتي انا عايز اعمل مشروع جديد نيو، وابدا اختار التمبليت. التمبليت ممكن ما تلاقيش تمبليت خالص، هتقول له براوس وتبدا تدور على ملف يكون امتداده RTE. تمام. طيب المكان لو انا عملت معماري وانا المفروض اكون انشائي، مفيش اي مشكله خالص، يعني كل الفكره كلها في بعض العدات، يعني هو مش هو المصنع مطلع ده معماري ده انشائي، لا هي تبدا تشتغل وتعدل الاعدادات لحد ما توصل للي عايزه. طيب انا هقول له دلوقتي انا عايز استراكشر، هتفرق في ايه؟ مجرد بس هتلاقي الفاميلي الخاصه بالعمود، هتلاقي الخاصه بالقاعده، بس انت ممكن الفاميلي دي تحملها، فمفيش اي مشكله خالص ان انت تكون شغال على التمبليت غلط وتعدل عليه وتنقل حاجات من تمبليت لتمبليت. الموضوع بسيط، مش موضوع حاجه صلبه يعني حاجه ناشفه. طيب هتبدا تلاقي ده هنا المساحه اللي انا هشتغل فيها، هنا دي الخصائص بتاعت اي عنصر. انا لو عملت سيلكت هنا هيبدا يجيب لي العنصر اللي هنا، خصائص العنصر هنا. هنا البروجكت براوزر، ده هتلاقي المشروع ليفل 1 ليفل 2 الليجند الاسكادول الشيت، كل الحاجات اللي انت تحتاجها في الشغل بتاعك. هتلاقي على بيب اريبيا شرح كل حاجه بالتفصيل، بس هنحاول نجيب فيديو يديك الاساسيات بتاعت المشروع. طيب لو انت هتبدا، فرض ان انت هتبدا الانشاء دلوقتي وما عندكش المعماري وكده، فبتقول له انا عايز ادخل في الالفيشن. الالفيشن دي الليفلات اللي موجوده معاك. طيب هتعمل ايه؟ اول حاجه انت ممكن تعملها ان انت تروح هنا لاستراكشر. لو انت شغال في استراكشر فاغلب شغلك هيكون في برايمري. طيب هقول له دلوقتي انا عايز ارسم ليفل، وابدا ارسم الليفل بتاعي مثلا من هنا لهنا. طيب دي ممكن نغير اسمها، او ممكن تيجي على ليفل 1 دي نسميها مثلا فاونديشن. بيقول لك الاسم اللي انت عايز تغيره ده عايز يتغير في كل الفيوهات، يعني عاملين هنا فيو اسمه ليفل 3، عايز تغيره هناك؟ هيبدا يغيره بالشكل ده، وده تقدر تيجي هنا وتغير الارتفاع اللي انت عايزه. طيب عايز تضيف دور كمان فوق، يبقى تيجي هنا من ستراكشر وتقول له ليفل وتبدا تشوف الحاجه اللي انت عايزها. خلي بالك وانا بمشي الليفل هو بيقول لي هنا ميك بلان فيو، يعني هيبدا يعمل لي البلان فيو، واحد للسيلينج، واحد للفلور المعماري، واحد للاستراكشر. فبقول له ماشي اوكي، وببدا اعمل من هنا لهنا، بفضل مكمل لحد ما يقف عند الخط. لما يقف عند الخط ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عملت سيلكت كده وبدات تتحرك هيبدا يتحرك معايا. طيب انا عايز اظهر الشكل ده، يظهر برضه الناحيه الثانيه، لو عملت كده هيظهره مره واحده. انما لو دخلت ايديت تايب، ايديت تايب يعني التاثير اللي هيعمله هيتعمل في كل النوع دوت، فيبقى معمول كده ايه من ناحيتين. طيب خليني ادخل كده على ليفل 1 وهبدا اقول له انا عايز ارسم جريد. الجريد موجود؟ موجود، مش هيختفي. اقول له عايز ارسم جريد بشكل ده. طيب لو انا عندي لوحه اوتوكاد، طب ادخل لوحه الاوتوكاد منين؟ هتروح للانسيرت وتقول له لينك كاد، وتختار لوحه الاوتوكاد وتقول له كرنت فيو اونلي، يعني ظرف اللوحه دي بس. تقول له اللون عايز تعكس اللون انفرت، لان الخلفيه في الاوتوكاد اسود، او لا حافظ عليه او خلي لي كل الالوان بلاك اند وايت. عايز تظهر كل الليرات ولا الليرات اللي معمول لها اون في الاوتوكاد، ولا سبيسيفاي تبدا انت تختار، وعايز الوحده تبقى بالانش ولا بالمتر ولا بالمليمتر وكده. وبعد كده امبورت يونت الوحده اللي شغال بيها، الكوريكت لاين لو في انحراف بسيط في الخط مايل سن صغيره صلحها، البوزيشن هل انت عايز تنزل فيه، افضل حاجه اورجن تو اورجن، عايز تحطها في انهي ليفل، وتقول له اوكي. طيب لو انت دخلت روحت اوتوكاد يبقى انت شغال جريد، هتلاقي الموضوع ده بالنسبه لك حلو اللي هو البيك لاين، هتبدا تعمل بيك لاين على الحاجه اللي انت عايزها. طيب ممكن ابدا اقول له ممكن عايز ترسم مثلا جريد في انحناء، فبتبدا ترسم مثلا جريد بالشكل دوت، تقول له اوكي، فده بقى جريد. تمام. طيب امسح دوت،
هقول له دلوقتي ارسم جريد تاني وهقول له لو قلت له ده يبقى لو عندك اي خط هتدوس عليه هيحول لك الخط اللي في الاوتوكاد ده لجريد. ممكن ترسم جريد يكون على شكل ارك. طيب انا لما اجي ارسم كده اداله رقم 4 لان احنا رسمنا 2 جريد كده ايه والغالي، هقول له ده 2. فبعد كده هو اوتوماتيك هيشوف بعد الاثنين ايه ويبدا يحسب. طيب دلوقتي انا هبدا ارسم دوت واسميه ده ايه. طيب لو جيت ارسم واحد كمان اوتوماتيك عرف ان ده بي. طب لو عملت سيلكت وقلت له كوبي هيبقى عارف ان ده سي، مفيش اي مشكله خالص. طيب لو انا عايز التلاتة دول يبقوا على نسبات متساويه هبدا ارسم دايمنشن بالشكل دوت. تمام. طيب خلي بالك هو رسمه بشكل غير اللي احنا متعودين عليه، عمل ده بين ده وده 8000 وبين ده وده 17000. يبقى تعمل سيلكت وتدخل على الايديت تايب بتاع الدايمنشن وتقول له ده مش بيس لاين، لا ده كونتينيوس، ده مكمل معايا. فيبدا يعمل هون بالشكل ده. طيب هما الاثنين مش قد بعض، هقول له ايكوال، يبقوا الاثنين قد بعض. طب هو كاتب لي كلمه ايكوال، انا عايز يظهر لي الفاليو، يبقى هاجي هنا واقول له الفاليو، يبدا يظهر لي الفاليو بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل الاعمده بتاعتي، فاستراكشر كولوم هيقول لك بقى عايزها لتحت الدور اللي تحت ولا عايزها تبقى في الدور اللي فوق. طيب بفرض ان انت عايزها للدبس، يبقى ده هيبقى فين؟ يبقى ده بين الفاونديشن وليفل 1. اوكي. ممكن بعد كده تقول له لا ده انا عايزها للهاي وتروح عاملها للدور اللي فوق. طيب هيقول لك فيرتيكال كولوم ولا ستاند كولوم. طب الفيرتيكال كولوم هيبقى العمود كده واقف، خلينا نختار العمود اللي شكله هيبقى كده واقف. طيب لو قلت له ستاند كولوم يبقى هتقول له الاولاني اهو ده البدايه بتاعته وده النهايه بتاعته، فيعمل لك العمود بتاعك ميت. تعال نشوفه في 3 دي عشان نفهم الفرق بين العمود ده والعمود ده. تمام. خلينا نبص عليها كده، ده اول نقطة وده تاني نقطة وعملهم بالشكل ده. طيب خلي بالنا في خط كده في النص، لو دوست تاب هيبدأ يختار الخط ده، ده اناليتيك كولوم. طيب ممكن تدخل في الفي في، الفي في بيدينا رؤية للعناصر اللي موجودة. فأنا هقول له أنا عايز أدخل كولوم ستراكشر، ستراكشر كولوم أهوت. لو قلت له اخفي لي دوت هيخفي لي العمود بالشكل ده. طيب أنا عايز العمود بس مش عايز الاناليتيك دلوقتي، الاناليتيك هيبقى معمول بس انا بس ايه مش شايفه بالشكل ده. طيب انا هلغي الاثنين دول دلوقتي. طيب لما اقول له استراكشر كولوم هلاقي عندي اد جريد. يعني ايه اد جريد؟ يعني اي التقاء للجريد اعمله ان في مكان العمود، تعمل سيلكت كده. تمام. وتروح قايل له انا عايز فينش، او تقول له اد جريد وتقول له تاج اون بليسمنت. يعني ايه؟ يعني اظهر لي التاج بالشكل دوت. زي ما انت شايف في ثانية واحدة راح حاطط لي كل العناصر. تمام. طيب عندي حاجة تانية اسمها اد كولوم، لو انا عندي عمود معماري حط لي عليه عمود انشائي في نفس المكان. طيب طيب لو احنا جينا نبص كده في 3 دي ده بين ايه؟ بين الفاونديشن وليفل 1. لو انت عايز بقى تعمل واحد تاني ممكن تيجي هنا كولوم وتقول له لا ده انا عايزها في الهاي، وتشوف بقى حجم العمود الجديد. تمام. وتقول له ده من ليفل 1 لليفل 2 اد جريد بالشكل دوت. خلاص هو عمل لك عمود تاني بالشكل ده. طيب طيب لو انت جيت هنا في الاستراكشر وعايز تحط قاعده للعمود وممكن تشتغل بقى في الفاونديشن، هتقول له ايزوليت للعمود وتقول له ده مثلا في الفاونديشن. تمام. وتقول له اد كولوم وتبدا تعلم على الاعمده اللي انت عايزها بالشكل دوت، فيبدا يحط لك القاعده عليها بالشكل دوت. تمام. طيب لو انت عايز تشوفها بشكل افضل هتقول له شديد، هتشوفها بالشكل ده. ممكن تيجي تدخل هنا بقى في الفاونديشن وتبدا تقول له انا عايز ارسم مثلا وول استراكشر. طيب انت عايز ترسمها منين؟ من الفاونديشن زيرو مثلا لحد ليفل 1 مثلا. تمام. ده الليفل 1 تمام والفاونديشن اهو. لازم ده توب اب تو ليفل
الول هنبدأ نرسمه لحد ليفل 1. top constraint is in place for the level. هنا depth الهاي لحد ليفل 1. طيب ممكن تبدأ بقى ترسم الحيطة بتاعتك مثلا من هنا لهنا، وخلي بالك هو بيعمل لك دي عشان تربطهم بحيث لما ده يتحرك ده يتحرك معاك. دي بس كده. تقدر معاك بالشكل ده. تمام. طبعا انت عندك امكانيه ان انت تعمل سيلكت للحتتين دول وتقول له خدهم كوبي زي ما انت عايز. هتعلم على مالتيبل وكونسترين يبدا ياخدهم معاك بالشكل دوت. ودوت تدوس كده وتقول له كرييت سيميلر، وتبدا ترسم الحته بتاعتك. بس ثانيه واحده، ده مرسوم من فاونديشن، ده مرسوم من فاونديشن، ده مرسوم من فاونديشن ليفل 1. فانا بقول له كرييت سيميلر. بص هو يعني فاهمها غلط، فانا هقول لا ده برضه من الفاونديشن عشان هو في ليفل 1. انت ممكن تكون موجود في ليفل وترسم على ليفل اخر. تمام. دول بقى ممكن تعمل عليهم سيلكت كده. تعال شوف 3D. كل شويه افتح 3D وبص عليها عشان تتاكد من الشغل بتاعك بالطريقه. طب انا عايز اعمل مثلا فاونديشن للحيطه ديت، فتقول له هنا استراكشر، تقول له فاونديشن للوول، وتبدا تعمل سيلكت للوول، فهو يبدا يعمل لك الفاونديشن بتاعتها بشكل ده. طيب بفرض ان في معلومه انا مش عايزها، مثلا العمود ده عايز اغير المقاس بتاعه، ممكن تيجي هنا اديت وتبدا تشوف بقى المعلومه اللي انت عايزها. يعني مثلا ده 500، تقول له ده 500 اوكي، وتيجي تغير المعلومه. الاسم ده اللي فوق مش معناه ان انت غيرت المعلومه، انت غيرت الاسم بس، لازم تدخل هنا تغير الخاصيه بتاعته. طيب لو انت عايز ترسم بقى ايه فلور مثلا او ارضيه او اي حاجه من الحاجات دي، هتيجي هنا وشوف بقى الفلور اللي انت عايز ترسمه. هتيجي تقول له فلور ستراكشر، وتبدا تقول له مثلا عايز الفلور ستراكشر مثلا من هنا لهنا. تمام. طيب ده موجود على فين؟ ده في الفاونديشن. طيب انا مفيش مشروع في دماغي، انا بس بديك افكار ان شاء الله تفيدك. هقول له بقى انا عايز مثلا ايه الفلور السلاب ايدج. تمام. لو انت عايز تحط سلاب ايدج للفلور ده، تبدا تدوس كده. خلينا نشوفها في 3D. انت مثلا فرض ان انت عايز تعمل سلاب ايدج السلاب ايدج اهي، بس تقدر تدخل تغير المقاس بتاعها بحيث انها تكون مناسبه للشغل بتاعك. طيب لو انت عايز تعمل فلور مختلفه شويه، تعالى ندخل هنا في الفاونديشن، عايزين نعمل فلور ستراكشر فلور مثلا. عايز تعمل فلور مثلا في الحته ديت، هتدخل هنا تقول له ايدي. طيب العناصر اللي بتكون الفلور عامله ازاي؟ تقدر تعمل واحد جديد تقول له ايدي عشان ما تاثرش على القديم. ممكن هنا في الاستراكشر تلاقي اكتر من نوع، بحيث ان انت مثلا عندك هنا في فينش مثلا، في طبقه فينش، اقول له انسيرت واقول له انا عايز مثلا فينش للحاجه ديت، وتبدا تختار مثلا 100 مثلا. تمام. وتبدا تيجي هنا تختار لها الكاتيجوري، تفتح لي ديت، وتبدا بقى تشوف ايه اللاير اللي انت عايزها. وليكن مثلا ديفولت فلور مثلا، انتريور فلور مثلا بالشكل ده. تمام. وممكن تقول له بقى انا عايز اعمل انسيرت، تقول له داون. تمام. وتقول له دي انا عايزها استراكشر ديك، فيبدا يعملها لك بالشكل دوت. وتقدر تختار شكل الديك زي ما انت عايز بالمقاس اللي انت عايزه. دي هتبقى الفلور الجديده، تقدر بقى تعملها
مثلا من هنا لهنا، وتقدر تشوف الفلور بيت الفلور تعمل ازاي. انت تقدر ترسم ان انت تعمل كليك على الوول، تقدر تعمل كليك بيك سبورت زي ما انت عايز. طيب لو جينا عايزين نرسم بيم، خلينا نخش مثلا في ليفل 2 وعايزين نرسم البيم. البيم اهيت، يقول لك انت هترسم مثلا في ليفل 2، فهقول له ماشي. يبقى انا هقول له مثلا عايز ارسم البيم بتاعتي من النقطة دي للنقطة دي. خلينا نشوف شكل البيم. لو مثلا اخترنا دي، هنختار مثلا من النقطة دي للنقطة دي. طيب تعال نشوف في 3D. طيب تعال نرسمها تاني. خلي بالك في حاجة اسمها 3D سنابس، يعني هتبدأ تعمل سيلكت مثلا من هنا لهنا، هيبدأ يعمل لك سناب على الحاجة في 3D. تمام، ودي هتديك دقة أكتر. تمام. طيب خلينا هنا في ليفل 2 اهوت، تقدر تقول له برضه 3D سناب وتبدأ ترسم. طيب دلوقتي عايزين نرسم الفريمنج بتاعنا او الكاميرا باسلوب اخر. طيب خليني اقول له مثلا ان انا عايز ارسم محاذاه ليفت. يعني ايه ليفت؟ يعني هرسم لي شمال الخط اللي انا برسمه. انا رسمت خط وحطه على الشمال. طيب انا عايز اقول له مثلا ايه، طيب خليه في السنتر عادي بس رحله لي مثلا 300. رحله لي 300. طيب انا عايزه عادي بس عايز المحاذاه الخط اللي هترسم بترسم من البوتم مش من التوب. يعني العادي ان احنا بنرسمه من التوب، لا انا هرسمه من البوتم. تمام، مغيرش حاجه في الرقم ده في الزد في الارتفاع. ما حصلش حاجه؟ لا حصل. تعال خش كده في ال 3D هتلاقيه رسمه من البوتم بالشكل ده. طيب خلينا نيجي هنا ونلغيه ونشوف بقى لو احنا عايزين نرسم حاجه مختلفه شويه. اقول له بيم واقول له لا ده انا عايز اعمل اندبندنت، يعني الرقم ده مختلف عن ده. هنا ده الواي، عايز ترسمه سنتر ولا عايز ترسمه من الليفت زي ما انت عايز. ممكن مثلا اخلي ده ليفت، انا مغيرش حاجه غير ان اخلي ده ليفت وده من السنتر، وهرد ارسم الكاميرا بتاعتي بالشكل ده. هتبدا تطلع معايا بالشكل ده، هنا رسمه من الليفت وهنا رسمه من السنتر. طبعا لو غيرت الارقام هيختلف معاك. تمام، يعني لو قلت له مثلا السنتر دي مثلا خليها 200 وبدات ارسم بدأ بالشكل دوت. طيب نقول له لا احنا عايزينها من السنتر وعايزينها من الزيرو. طيب ممكن بقى من البوتوم والبوتوم. تمام، هقول له دي خليها مثلا 300 وابدا ارسم الكاميرا بتاعتي. تمام، خلينا نلغي ديت. انا عايز الواي الاثنين يكونوا زي بعض. هنا ده الليفت، لا عايزين نقول له ده من الاوريجن. ده الفرق في البوتوم بس هو اللي موجود دلوقتي. لما هاجي ارسم الشكل دوت وادخل في 3D هتلاقي في ارتفاع اهوت، في فرق اهو ال 300 اللي احنا اخترناه. طيب خلينا نخش في ليفل 1، اقول له انا عايز ارسم مثلا تراس اهوت. هتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه وتبدا ترسمه بالشكل ده. خلينا نرسمه مثلا من هنا لهنا ونبدا نشوف في 3D هتلاقي بالشكل ده. طب هل ده الشكل الوحيد اللي موجود؟ لا، في اشكال تانية كتيرة قوي. تمام، وتقدر تعمل له اتاش للتوب والبوتم. يعني ايه اتاش؟ خلينا نرسم سقف هنا بس بعد ما نشوف ازاي نحمل فاميلي لتراس. طيب هتيجي في هنا تقول له انا عايز اختار شكل اخر لوك فاميلي، وتبدا تدور في الاستراكشر اللي عندك اهوت. هتلاقي اشكال كتيره جدا تقدر تعمل لها اوبن لاي واحده فيهم، وتقدر بعد ما تعمل لها اوبن وتحملها معاك في المشروع بالشكل دوت. خلينا نخش في ليفل 2 مثلا اهو، عايز تستخدمها مثلا هنا او في ليفل 1 اهو. تقدر تعمل لها سيلكت وتعمل ايديت عليها وتعدل فيها زي ما انت عايز. طيب دلوقتي لو احنا دخلنا مثلا قلنا عايزين نعمل فلور عشان نشوف موضوع الاتشمنت. طيب خلينا نختار مثلا الدور التاني وعايز اعمل فلور فيه. اجي هنا فلور استراكشر،
وهتيجي هنا تقول له مثلا عايز فلور مثلا من هنا لهنا. اوكي تمام. طيب انا هخش في 3D. طيب دي الفلور بتاعتنا، ممكن تيجي تغير النوع بتاعها لاي نوع، هو ده نوع ما فيهوش مشكله يعني، بس بنشوف طريقه ان انت تعدل. طيب رجعها تاني. لو انت عايز تشوف تفاصيل اكتر تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف فايل. هنا في الماتيريال حاجه مخليها في نوع من انواع الشفافيه، ممكن تيجي هنا وتقول له تفتح لي الماتيريالز ديت وتبدا تشوف الموضوع الشفافيه ده جاي منين. فتلاقي الشفافيه اهيت، لو انت مش عايز شفافيه ممكن تخليها زيرو زيرو. اوكي بيظهر معاك بالشكل ده. طيب ايه موضوع بقى الاتاشمنت اللي احنا كنا بنتكلم عليها ديت؟ لو انت علمت على العمود دوت هتلاقي حاجه اسمها اتاش توب. طب بيفرق في ايه؟ تعال نشوف. تعال نقول له اتاش توب ونختار الفلور. بامانه كده فرق حاجه؟ ما فرقش حاجه، ما حصلش حاجه. طيب غير الارتفاع ده مثلا ل 500، ايه اللي حصل؟ كل الاعمده ما اتحركتش، ده بس اللي اتحرك. طب هيبان اكتر لو خليناها 2000. بص العمود بيحصل له ايه؟ بيطلع مع الفلور، هو خلاص بقى مرتبط بالفلور، بقى في بينهم علاقه، فمش هيحصل زي كده غلطه ان حد مثلا حرك حاجه فالحوايط والفلور فضلت زي ما هي. طب هل ده موجود في الحوايط؟ اعمل سيلكت كده هتلاقي ان انت تقدر تمده بالشكل دوت. اول ما مديته ممكن تعمل قفل، او الافضل ان انت تقول له اتاش توب وتروح عامل سيلكت على الفلور فيكمل معاك لحد الفلور بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي لو انا مثلا عايز اعمل اوبننج، تعال نشوف مثلا لو انا عايزين اعمل اوبننج في الفلور ممكن نعمل ايه. ممكن اول حاجه تقول له edit boundary وتبدا ترسم شكل، اي شكل هترسمه جوه الشكل ده هيبقى عباره عن اوبننج. يعني لو جيت هنا وقلت له ارسم لي اوبننج بالشكل دوت، قلت له مثلا عندي هنا مثلا ده شفت اسانسير مثلا او سلم، فعملت الاوبننج بالشكل دوت وقلت له اوكي عمل لي الاوبننج بالشكل ده. طيب لو انا عايز الاوبننج بتاعي يكمل معايا ويخترق اي فلور موجوده، يبقى في الحاله دي بقى لازم ان انا اعمل شافت. هقول له اوبننج شافت وابدا ارسم شافت هنا. طيب تعالى نرسم شافت ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، ما حصلش حاجه خالص. تمام، ليه؟ هو ليه حدود معينه تقدر ترفعه كده وتشوف هيعمل ايه. عمل اوبننج فوق وتحت، اي فلور هيعدي عليه هيعمل في اوبننج. يعني لو عندي عماره 100 دور بدل ما اقعد اعمل اوبننج في كل فلور، لا انا ممكن اقول له ايه اعمل لي شفت واخليه يخترق كل الفلور بالشكل ده. طيب لو انا عندي وول نفس الفكره برضو، الوول ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له ايديت وتعدل فيها زي ما انت عايز، ايديت بروفايل وترسم بقى الشكل اللي انت عايزه جوه الحيطه. تمام، ممكن تقول له ايديت وتقول له الخط ده انا عايز اغير فيه، ممكن مثلا بالشكل دوت، ونعمل تريم تقول له اوكي يعمل لك الحيطه بالشكل ده. او ممكن حاجه تانية تقول له انا عايز اعمل اوبننج في الوول ويقول لك حدد الوول اللي انت عايزها وابدا افتح لي فتحه، بس الفتحه دي لازم تكون مربعه، ما بدكش امكانيات اكتر من كده.